الانتفاضة الشعبانية، هاي البصمة الثانية، وراح أعيد نفس المعلومات اللي عدتها. إن شاء الله الرواتب قد أطلقت، هذا واحد. اثنين، في اتصال مباشر مع الأستاذ عبد الإله النائلي وباتفاق مع أحمد الساعدي عدم الحديث مطلقا لا عن ازدواجية الراتب ولا عن الخارج ولا عن الداخل، ولا ثيرون هذا الموضوع على العام أبدا، لا سولفون بي كأنه الموضوع كل شيء ما صاير، كأنه قبل شهر، كأنه قبل شهرين. أي موضوع على العام لا تناقشوا، أقبل أياديكم، أقبل رؤوسكم، أقبل أقدامكم. اللي يفتهم هذا الحكي يفتهمه، والما يفتهمه خل يرقع راسه بالحائط. لا تشوشون والشورون علينا، الله يحفظكم. ومستمرين احنا ماشيين، الاعلام مالتنا والتباشير لحد يتباشر من خلال الفيسبوك، لحد يتباشر، لحد يقول انتصرنا وفزنا وكسرنا وحطمنا ودمرنا وهالسوالف هذه. اخذ مالاتك بسكته وروح لبيتك بسكته، الله يحفظكم بحق الحسين. اعتقد البصمه واضحه الان، وهاي تتعمم على المجاميع الخاصه، فيسبوك تتعمم على الواتساب والتليجرام. نهائيا اي نشر على العام ماكو. تردون تخلون شغلنا ماشي عدل وصحيح، هو هذا صحيح. تردون تخربطون شغلنا وتجيب ونجيب الصداع والالم والهاي على رؤوسنا بكيفكم انتم. فارجوكم ارجوكم ارجوكم اي حديث على العام على الفيسبوك بحدوه بخصوص التفاصيل انسوه نهائيا، ارجوكم. اخوكم يعقوب الاوسي.